انا مازلنا كامل هنا اليوم الكانزيام جور كي نسا كي رجال كما راكم تشوفوا ومازال عندنا هنا دراري صغار راهم راقدين اليوم 13 مارس هاو كاينه نوطرفول للجزائر املك يا خاوتنا ميم لي شينوا هابطين للجزائر نيهاو جيم تو الجيريا جيم راح الجزائر بون فواياج اوني ديز الجيريان با وي كانت جو تو الجيريا يا اخي انا شريت تيكي على اساس باش نروح للجزائر وراني مسجل في القنصليه تاع لندن وهما عيطوا لي وقالوا لي تروح تشري تيكي مع ايراجيري يا اخي احنا ريزيرفينا كنا جايين عطاونا ترخيص من القنصليه الجزائريه في لندن عطاونا ترخيص عطاونا كلش درنا البي سي ار كلش مريزيرفي كلش هذاك حقنا لهنا يا اخي قال لك اني لي انا دوك الطلقه تاعي يا اخي انا نروح للجزائر ما نوليش لندن باسكو طلقت الخدمه طلقت الدار طلقت كلش سمحت في كلش باش نروح نعيش مع اهلي عندي زوج اولاد باش نعيش معاهم هاد ايناف كما يقول لك عندي 27 سنه غربة حبيت ديسيدي باش نروح فور جود للجزائر يا اخي شوفوا لنا حل روحوا للجزائر وخلاص هذا ما كان السلام عليكم